لكن لسه طبعا المفاوضات مستمرة وهنشوف ايه اللي هيحصل في الفترة اللي فاتت. تمام. طيب احنا معاكم لسه، ومن بيراميدز هنروح ل ايوه ماشي، اللي في مفاوضات من الامارات، كان في مفاوضات ايضا من الامارات مع تراوري، وزي ما شفنا احمد حمودي يمكن واحد من النجوم، وان شاء الله هو متواجد مع بيراميدز ولم يقيد، وفي كلام ان طبعا في اعجاب كبير جدا من ديسمبر باحمد حمودي وهيكون متواجد في الفتره اللي جايه. عايز اقول لكم مفاجاه، ان في مفاوضات مع كينو لاعب بيراميدز المعار لصفوف الجزيره الاماراتي عشان يكون متواجد في النادي الاهلي. تخيلوا بقى ان كينو ممكن يكون متواجد في النادي الاهلي، وفي مفاوضات جاده جدا مع كينو في الفتره القادمه، وهو مش غريب على الدوري المصري لما يكون يعني تفاوض لاعب زي كينو عنده درايه دلوقتي بالدوري المصري ولعب قبل كده لنادي بيراميدز، اعتقد من الصفقات، وكان ايضا من اللعيبه اللي كانوا معروضين على النادي الاهلي من فترات سابقه. طيب الاهلي بيفكر فيه بشكل كبير، ليه؟ ليه؟ عشان لو ما عرفش يجدد اعاره رمضان صبحي. طبعا خصوصا بعد الاولمبياد، رمضان صبحي ما شاء الله يعني فورمه عاليه جدا والانديه الاوروبيه عينها عليه، فاعتقد ان رمضان صبحي حتة ان هو يرجع لنادي الاهلي ويبقى بعقد نهائي هتكون صعبة شوية، فعشان كده دايما النادي الاهلي بيجهز البدائل.